هكذا بدأ تجمع ممثلي الجالية الكردية في ساحة الجمهورية وسط باريس في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في العاصمة الفرنسية. لكن هذا التجمع سرعان ما تحول إلى أعمال شغب ومواجهات عنيفة، الأمر الذي دفع الشرطة لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. أحداث تأتي في أعقاب مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عند مركز ثقافي كردي في هجوم قالت عنه السلطات الفرنسية إنه كان يستهدف الأجانب. النيابة العامة الفرنسية أعلنت تمديد توقيف المشتبه به، مشيرة إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري. المهاجم الذي أصيب وتم وضعه رهن الاحتجاز رجل يبلغ من العمر 69 عاما، تم اتهامه العام الماضي بمهاجمة المهاجرين وأطلق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر. وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح، إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. إلى ذلك استنكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحادثة واصفاً إياها بالشنيعة، كما عززت السلطات الفرنسية من حماية مقرات الجالية الكردية. يضع المحققون في حسبانهم احتمالية الدافع العنصري في الحادث الذي أثار مخاوف بشأن جرائم الكراهية، في وقت تعززت أصوات اليمين المتطرف في فرنسا وأنحاء أوروبا خلال السنوات الأخيرة.